بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد ثلاثة أنواع. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة جدا. الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ضد توحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر، لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك الأكبر أربعة أنواع. الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الثاني شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر، وهو الرياء، والدليل قوله تعالى:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. الكفر كفران: النوع الأول كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. النوع الثاني من نوعي الكفر، وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنواع النفاق: النفاق نوعان اعتقادي وعملي. النفاق الاعتقادي ستة أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. النفاق العملي خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وفي رواية: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر.